لماذا ترفض إذن إثيوبيا مقترح الوساطة الرباعية في ملف سد النهضة؟ نعم، حقيقة يعني الواضح أن الاتجاه الإثيوبي منذ أن كانت المفاوضات الأخيرة في واشنطن فقدت الثقة في بعض الجهات، وخاصة التحركات الأمريكية التي حقيقة لم تعطي هذا الملف سوى تأزم وأيضا حالة من الشد والصراع ما بين الدول الثلاث. فكانت إثيوبيا دوما منذ العهود السابقة تنادي بأن تحل القضايا الأفريقية داخل البيت الأفريقي، وكانت تؤمن على الاتحاد الأفريقي بصورة كبيرة جدا، على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي لم يحقق أي إنجازات حق هذه المرحلة خاصة خلال الجولات السابقة. الشيء الآخر، التجارب السابقة لإثيوبيا مع المفاوضات الجولات السابقة للتفاوض وخاصة التي كانت في واشنطن كانت حقيقة يعني ترى فيها أنها منحازة لطرف دون الآخر. وكان أيضا بيان وزارة الخارجية الإثيوبية التي استنكرت بيان وزارة الخزانة الأمريكية التي استنكرت في إثيوبيا والتي رأت بأنه منحاز لدولة أخرى، وكان يعني نوع من التهديد. حتى بيان الخارجيه الامريكيه السابق لم ترى اثيوبيا انه يعني محايد بصوره كبيره جدا. نعم سيد ابراهيم، هل الاتفاق الملزم القانوني هو انحياز؟ هل المطالبه بتوقيع اتفاق هو انحياز لطرف على حساب طرف اخر من الولايات المتحده؟ نعم، انا اتحدث لك حسب البيانات الاثيوبيه التي خرجت مؤخرا بعد هذه المفاوضات. كانت هذه البيانات التي اعترضت على البيانات الامريكيه وعلى التوجهات الامريكيه، وحتى بيان وزاره الخارجيه الامريكيه الاخير عقب المفاوضات. والامم المتحده ايضا منحازه؟ كان الجانب الاثيوبي يرى ان هنالك جهات تحاول ان تؤثر عليها. حتى المفاوضات التي غادت الاتحاد الافريقي كان هنالك راي من الجانب الاثيوبي حتى ان الاتحاد الافريقي لم يحقق فيها تقدما ملحوظا او ملموسا خلال المراحل السابقه. فتمسكت اثيوبيا بالوساطه الافريقيه، واعتقد ايضا التحركات الاخيره التي جاءت بعد اتهامات متبادله وكذلك بعض تكتلات مختلفه في المنطقه جعل اديس ابابا تغير وجهتها وتحاول ان تتمسك بالوساطه الافريقيه، على الرغم من ان هنالك كان في السابق نوع من المرونه في هذا الملف من الجانب الاثيوبي ايضا. نعم.